الدلواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام وعدد من المسؤولين صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل النيل وليد هيكل. وليد، ماذا عن التفاصيل لديك؟ نعم شروت، بالفعل كما ذكرت الآن ومن خلال شاشة قناة تابع معكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم. بالفعل شروت، صلاة الجمعة الأخيرة من مسجد السيدة نفيسة تأتي في حضور معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وسيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية، وكذلك حضور فضيلة مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام. هناك تأكيدات أكد عليها وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة نتعرف عليها أكثر شروت من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. سيادة الوزير، أبرز ما أكدتم عليه في خطبة الجمعة اليوم كذلك ونحن على مبارك الضوابط التي أقرتها لجنة أزمة كورونا والتي أكدت عليها وزارة الأوقاف بشأن صلاة عيد الفطر إن شاء الله خلال الأيام القادمة. بداية بأتوجه بكل الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على تفضله بإنابة سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور هذه الجمعة، وأتقدم لسيادة الرئيس مقدما بالتهنئة بعيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل أن يجعل أيام مصر كلها أعيادا بإذن الله تعالى. حضرتك تكلمت عن عدة نقاط. أولا احنا بنتحرى ليلة القدر وفي جملة مهمة جدا موجزة نقول للناس، هل أنت الله في ليلة واحدة أو أنك في حاجة إلى الله في كل حياتك؟ فكن معه يكن معك. تحرى ليلة القدر لكن احرص على الطاعة في كل وقت وحين، حتى لو مضى 27 لابد أن تتمم طاعتك لله عز وجل. إجراءات العيد كما أعلنتها لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء ستقام بإذن الله تعالى، هذا فضل من الله عز وجل، ستقام بنفس ضوابط إقامة صلاة الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة دون اصطحاب الأطفال الصغار، دون الساحات العامة، حفاظا نجمع الأمر وسطيا نفتح المساجد التي تقام فيها الجمعة. لكن النقطة اللي بأكد عليها، حتى يظل العيد فرحة كما قلنا نحتاج أن نتوسع في الصدقات هذه الأيام على الفقراء والمساكين، لكن الأهم الالتزام بارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، نريد ذلك ثقافة مجتمع حتى لا يتحول العيد إلى حزن بأن نفقد بعض الأهل أو بعض الأحباب. الأمر الأهم في بعض العادات الخاطئة كانت عند بعض الناس في أيام الأعياد يخرجون إلى المقابر إما لبكاء موتاهم أو هذا يوم فرحة، هذا يوم سعادة، لا تجددوا فيه الأحزان، اجعلوا للفرح. إضافة إلى أن بعض المقابر يكون بجوارها ما يشبه الأسواق المتنقلة. الأمر الأخير صحتك فضيلة المفتي، أولا احنا بنشكر طبعا وجوده معنا صدقة الفطر وبنأكد على التعجيل بها، وكل عام وحضرتك وكل أهل مصر بكل خير. كل شكر حضرتك سيادة وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. شكرا لمراسل النيل وليد هيكل، كان معنا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.